السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي سيفي سيرة هذا المساء نقضيها مع رياضي سعودي بحقيقة يعتبر مفخرة لكل السعوديين كونه خدم الرياضة لأكثر من خمسين عاما في عدة أوجه من الرياضة سواء كان حكما أو لاعبا أو مدربا أو إعلاميا وهو سليل اسره رياضيه عريقه في المملكه العربيه السعوديه بالتاكيد وخبير ايضا وخبير دولي في شؤون التحكيم في كره القدم لدينا الكثير والكثير من المحاور معه لكن خلونا كالمعتاد مشاهدينا الكرام نشوف سيفي نجم هذا المساء ومن ثم نعود اليكم اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. اذا باسمكم مشاهدينا الكرام نشكر نجم سيره هذا المساء الحكم والخبير الدولي الاستاذ غازي كيال مرحبا بك واشكر حضورك من جده هنا الى استديو الرياضيه. اولا شكرا يا ابو فهد وانا مقدر والحقيقه اشكرك على المقدمه الجميله تسلمك. وفي نفس الوقت انا الحقيقه اعتبر هذا البرنامج برنامج تقدير وفي نفس الوقت حافز. تقدير للماضي للجيل الماضي اللي هو خدم الرياضة وخدم وطنه على مستوى الإمكانات كل مين على قدره ولا, ولا في نفس الوقت هو حافظ حافظ للجيل اليوم إنه يرى الجيل الماضي هو يبرز نعم. فيكون هذا حافز لهم انهم هم كل مين يحاول ان يضع بصمه للمستقبل عشان يستفيد وه وهذا هو المؤمل وهذا ما نسعى اليه في القناه الرياضيه إن شاء تقدير الله. لك ولامثالك اللي خدموا الرياضه لاكثر من افنيتوا اكثر من نص عمرك أيوة. انت وامثالك ولا زلت زار الله يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله قرض ان شاء الله ابو فيصل خلينا ناخذ مع السادة المشاهدين ريبورتاج اعدوا لنا فريق عمل برنامج سي في ومن ثم نعود اليكم ولد مدافع الاتحاد سابقا غازي كيال عام 1364 للهجره في حي العلوي احد الاحياء الشعبيه بوسط جده والذي كان يعد انذاك مركزا للرياضه بالمملكه باعتبار انه شهد ولاده وتاسيس اول ناد بالمملكه وهو فريق الاتحاد عام 1347 للهجره. مارس الكيال معشوقته كرة القدم مع أبناء الحي ومنهم عمر راخجان وأمين ساعاتي ومحمد حسام الدين ومنه سجل في صفوف فريق الاتحاد في النصف الثاني من عقد السبعينيات الهجرية بتأثير قوي من رئيس النادي أنذاك عبد الرزاق مسؤولي. مثل العميد على مستوى الفريق الأول وهو ابن خمسة عشر عاماً ورغم صغر سنه وحداثه تجربته نجح في ابراز قدراته الفنيه وامكاناته البارعه وسط كوكبه من النجوم والاسماء الرنانه والتي كانت تزخر بهم الخارطه الاتحاديه في تلك الحقبه غير انه استطاع ان يفرض نجوميته في خط الدفاع كواحد من المدافعين البارزين بالمنطقه الغربيه في تلك الايام الخوالي حقق مع فريقه المخضرم الاتحاد العديد من الانجازات والبطولات الذهبية حيث ساهم في فوز العميد بأول لقب غير مسبوق تمثل في فوزه بكأسي الملك وولي العهد عام 1378 ثم كأس الملك عامي 79 و80 للهجرة خاض تجربة في مجال التحكيم في عقد الثمانينيات عام 1395 للهجرة. كان في هذا المضمار الأبرز والأشهر، حيث رُشح لإدارة نهائي كأس الملك عام 88 بين الاتفاق والهلال. كأول حكم سعودي يقود نهائي الكأس، كما رُشح كأفضل حكم في آسيا لكرة القدم عام 1974 للميلاد. كانت له تجربة رائعة في التدريب، وبعد اعتزاله التحكيم خاض تجربته في التدريب، حيث أشرف على عدد من الأندية بالمنطقة الغربية مستفيدا من خبرته الفنية كلاعب يشار له بالبنان في تلك الحقبة. كانت له تجربة إعلامية ناجحة ذات اتجاهات متعدده حيث اشرف على القسم الرياضي بجريده عكاظ في الثمانينيات الهجريه، وساهم في اعداد وتقديم برنامج قضايا رياضيه بالتلفزيون السعودي. اصدر اول كتاب له عن قانون كره القدم بمشاركه مع الدكتور امين ساعاتي بعنوان الحكم والتحكيم، كما اصدر كتابه الثاني المراه في الملاعب عام 1425 للهجره. واخيرا كتابه الثالث قانون كرة القدم تحت المجهر. يعتبر الكيال صاحب فكرة واعداد وتنظيم اول دوري للهيئات والمؤسسات الحكومية في كرة القدم عام 1395 للهجرة، بالاضافة لدور الناقلات الوطنية بدول مجلس التعاون الخليجي عام 1407 للهجرة. بمشاركة الخطوط الجوية السعودية والخطوط الكويتية وطيران الخليج. وأخيراً بقي أن نشير إلى أن الكيال يعتبر واحداً من الشخصيات الرياضية البارزة والنادرة التي خدمت الكرة السعودية نصف قرن من الزمن لاعباً وحكماً ومدرباً وإدارياً وإعلامياً قدم خلالها الشيء الكثير والكثير لوطنه. وترك اسمه يلوح في افق الذاكره بكل فخر واعتزاز. اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد اذا كما شاهدتم سيره عطره ومليئه بالانجازات التي يفتخر فيها كل رياضي سعودي لابن هذا الوطن ضيفنا ونجم سيرتنا هذا المساء الاستاذ غازي بن عبد الرحمن كيال مشاهدينا الكرام قبل ابدا حواري مع نجم هذا المساء اود ان انه ستظهر الارقام امامكم للتواصل مع نجم هذا المساء والتحدث معه عن اي امور يراها اي منكم اجدد الترحاب والتحيه بك استاذ غازي اشكرك يا ابو فهد والحقيقه يعني انا مرسى يعني سعيد وفي نفس الوقت يعني شاكرك جدا الله على الله. هذا تسلم يا ابو فيصل وهذا اقل واجب نقدمه شكرا لك ابو الله. فيصل خلينا نرجع مع الساده المشاهدين الى حي العلوي في مدينه جده هذا الحي البارز اللي اعتبره انا شخصيا مركز اشعاع للرياضه السعوديه ابرز نجوم واسماء لامعه كبيره صح. وكان يمكن هو منبع تاسيس نادي الاتحاد او شهد بالاصح تاسيس نادي الاتحاد في العام 1347 هجريه يعتبر خلينا نرجع لهذا الموضوع يعتبر مركز تفريخ الرياضيين نعم يعني كان الرياضيين معظمهم نعم. وبخاصه في نادي الاتحاد نعم. هم خريجين حي العلوي واللي هو تقريبا الملاصق للسور حق جده اللي هو على حدود باب مكه وكان هناك احنا دائما الملاعب نسويها جنب السور الحقيقه يعتبر العلوي يعني هو اللي غزه آه، أيام زمان ما كان يعني معظم الناس في الاتحاد الحقيقه وكان في الاتحاد والهلال البحري نعم. الهلال البحري كان يتبع جماعه آه اللي هم على, على جنوب جده سكان جده واللي هم على الشط البحري والاتحاد اللي فصل البلد والنادي الأه والنادي الاهلي اللي هو الثغر نعم. تغير كان في شمال جده نعم. يعني كان توزع جده مناطقها على الانديه هذه كامله نعم. وبعد كده يعني الاتحاد طبعا المنافس الاتحاد كان القوي نادي الوحدة في مكة كان هو المنافس وكان هو ذا والاتحاد يعني احنا تقريبا انا ما اعرف نفسي فتحت عيني الا على الرياضه والاتحاد وانتهيت من الرياضه وانا في الاتحاد نعم انت ذكرت انه كان الحي مفرخه للاعبين نعم. ابرز هاللاعبين وين راح اتجاهاتهم وين راح فيها هال. آه، راح معظمهم, معظمهم كانوا في الاتحاد أمثال؟ أمثال تقريبا إن... يعني عائله بحجري نعم. عائله رشخان آه، الساعاتي آه، الكيال ال... طبعا بيت بكر هم اصلا يعني ساكنين في حاره البحر وكانوا في الهلال بس آه، اتحاديين على طول انتقلوا لانه نعم. اخوهم الكبير كان إتحادي. نعم فتحولوا بعدين هم كلهم ابرز هالمباريات اللي كانت في تلك الفتره ال... المباريات اوه كانت المباريات فيها اول طبعا يعني زمان يعني ببساطه نعم. اولا يعني احنا كنا نعاني مشاكل من من يعني كثير مننا من ابهاتنا نعم. كانوا يعتبروا الكوره هذه يعني, يعني كنا نشيل الملابس وندسها عند الدكاكين برا الحذاء والده عشان ما نقدر ندخلها البيت لانه يعني اهالينا ما يدروا احنا نلعب كوره نعم. ولذلك الى ان الحقيقه ويرجع الفضل وهذه كلمه حق يجب ان نقولها لصاحب السمو الامير عبد الله الفيصل الامير عبد الله الفيصل هو اللي اقنع الناس بانه الرياضه مهمه وضروريه وتبناها وكان متى هو وزير داخليه يا سلام وانشا اداره خاصه للرياضه في الداخليه وكان هو يشرف عليها وكان يعني يدعمها. يدعمها وفي نفس الوقت على الابهات انه لا تخافوا احنا مراقبين كل شيء هنا طيب ابرز المباريات ابرز اللي المباريات اللي كانت في تلك لعبتها انت اللي انا لعبتها الحقيقه انا آه حاجه غريبه بالنسبه لي انا فرح. انا ما اشبال ولا شيء دغري اولى بالصدفه طبعا يا سلام ايه يعني انا هالصوره اللي شفتها بالكاسين هي هذا عمري كان عمري ما بين 14 و15 نعم. يعني جيت من المدرسه المدارس ودخلت بالاتحاد اتدرب ويدربوني في الفريق الاول من شوي سجلك في الاتحاد؟ آه احنا على طول انا بنفسي يعني رحت ابوي اتحادي واهلي واخواني والكبار واولاد عمي يعني احنا كان يمكن في 10 12 سبقوني الاتحاد في, في الاتحاد رئيس الاتحاد في تلك الفتره ما كان له علاقه في تسجيلك مين؟ متبولي عبد الرزاق متبولي لا جا. هذا كان رئيسنا نعم في الفتره اللي انا كنت العب فيها لا بس بس اللي اللي اللي, اللي تقريبا فيه خليل رشيدي الإسباني وبناجي والمتبولي هم لهم دور طبعا نعم. لهم دور لان هم اصدقاء برضه للوالد وكانوا يقنعوا ابهاتنا واستمرينا انما يعني. انت بحبك للاتحاد التلقائي انا ذهبت. نعم أصلا ذهبت وتدربت نعم. وانا دخلت في الاتحاد في كان كمان يعني الميزه اكثر انه الاتحاد كان في البغداديه جنب المطار جريب. قريب حاليا وكان بيتنا هناك نقلنا من البلد الى هناك جنب النادي، فكنا عارج يعني قريب منا كمان هذا شجعني اكثر على اني اواصل بطريقه اكثر. جميل، كان الاتحاد في تلك الفترة مليء بالنجوم والاسماء الرنانة واللامعة، وانت زي ما تفضل جيت ما بين 14 الى 15 سنة مزبوط. الا انه الشيء الغريب والمفاجئ للناس في تلك الفترة طبعا انك مثلت الاتحاد على طول بالرغم من وجود هالاسماء. مظبوط ايش آه السر فيها هذا السر مظبوط انا الحقيقة يعني بالصدفة كان في لاعب اسمه عمر الصومالي نعم يشتغل هنا في الرياض في وزارة نعم. الزراعة نعم. وكان عمر الصومالي هذا المفروض يلعب معنا في الاتحاد يجيبوه يكمل ال نعم. يعني في كل مباراه يطلبوه يجيبوه نعم. بالصدفه المباراه دي اللي هم طلبوه فيها الطياره خربت ما قا فينا في الرياض من الرياض فتاخرت ما في فجاء في الليل ما في مين وانا كنت العب يعني جناح يسار ولسه صغير ولسه حتى جو بعد العشاء لقوني نايم قالوا <applause> لابويا صحوني انا ما ادري وقالوا لي قوم عشان يدوني المعسكر فندق قريش نعم. في 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 حي المظلوم والفندق هذا نعسكر فيه وثاني يوم نعمل المباراه فجو الأسفهاني ومتبولي وخليل رشيدي وعبد الرزاق المتبولي طيب براجه نعم وجو وقالوا لابويا نبي غازي بس لا تقول له بس احنا هو حيشترك بكره في المباراه أبوي يعني صحوني من النوم قوم انا ما ادري انا طبعا لما شفت هذول عارفهم مسؤول الاتحاد انا فرحان على اني رايح احتياطي نعم. وليس العب لاني حتى اخذت الجزمه فرده وفريده من كثر الفرح ما 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 رتبت نفسي نعم ولين رحنا الاوتيل لاقي نفسي انا الجزمه مي هي رجعنا للدوني وجبنا الجزمه ما نمت طول الليل لو هذه والغريب كان معاي في الغرفة الله يرحمه الله عبدالله الله يعني. حجازي الحارس هو عبد الله هذا خواف يخاف من وأنا عندي فيه طبع بطال أنا أقوم في الليل أمشي وأجري وأنا نايم <applause> فقمت أنا فهو قام يجري وراح قال لهم انا يا انقل من غازي يا انه انا امشي ابطل الملعب اكون لانه انفجع هو انا خبطت الباب وكسرت الدنيا المهم يعني لاني انا كله فرح يعني عندي طاقه وصارت ايه فجاه وجدت نفسك امام مع نجوم تلعب ثاني يوم قالوا له والله انت حتلعب وكانت المباراه بيننا وبين فريق نادي الوحده على كاس الملك وبحضور جلاله الملك نعم. الملك سعود حضر هذه نعم. المباراه وفي ملعب الصبان هذه الصوره يا ابو فيصل هذه هذه منتخب المدارس اي هذه انا اللي على اليسار الحارس اي هذا الحارس اسمه وهذولا كلهم يعني مين هم ايه؟ تعرف ايه احد ايه؟ منهم؟ ايه 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 في في منهم هذا اللي, أص... اللي اول واقف اهلاوي صبي اسمه حاتم زارع اه مساعد مدير عام القوات السعوديه للشحن نعم ايوه قاعد وظن حاليا وبعدين فيهم هذا ولد الكنعان يصير خاله ابراهيم شاكر نعم. الحارس وهذا موسى الحسن بالمره لاعب ممتاز اللي على يمينه نعم. وجميل عبد الشكور وحسن عبد الوهاب يعني كلهم شباب ممتازين هذا منتخب المدارس اللي مثلنا فيه نعم حق الاتحاد اللي كنا اللي, كن اللي شفتوها وانا جالس نعم. في الملعب آه يعني شوف فلذلك نجوم تقدمهم المدارس في تلك الفتره ايوه ايه وين النجوم الحين ايه المدارس وين وعشان كذا احنا معظم النجوم معظم الانديه كان نجومها هم طلبه المدارس نعم. وانه بصراحه يعني هذا يعود الفضل الله يرحمه الملك فهد اعطى الله. اهتمام للرياضه المدرسيه فوق التصور ويعني على ايامه كان آه الـ 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 يعني آه الموسم على طول منافسات طلابيه ويا ريت يا ريت الان, الآن, الآن ايام ما كان هو وزير معارف آه الملك فهد الله يرحمه نتمنى ذلك والله وإن شاء الله آه لعبت ضد الوحده أي لعبت في هذه المباراه نزلت انا آه لعبت جناح ايسر نعم وجبت بيها جول انا وجاب عبد الرزاق بكر هدف حتى غلبنا الوحده هدفين في هذه المباراه عبد الرزاق بكر عبد بكر كان لاعب معنا اي يعني عبد الرزاق نعم. بكر يعني من جيل اي نعم الله يمسيه بالخير يعني اي نعم فعلى غلبنا هدفين انا جبت جول وعبد الرزاق بكر جول ومنها بالصدفه هذه المرة لعبت انا جناح يسار نعم وعلى طول بعد عملنا مناوره اتعور شاكر بحجري في ركبته اللي هو قلب دفاع نعم. شالوني من الجناح وحطوني قلب دفاع يا سلام واستمريت 10 سنين امثل الاتحاد في هذا الموقع على طول آه عفوا ابو فيصل م. كان في تفاهم بينك وبين عبد الرزاق بكر في تلك الفترة عبد الرزاق بكر كان آه يتميز نجم من نجوم الاتحاد صحيح. هو لعيب عبد الرزاق كان يعني يعتبر كانوا يسموه على اسم لاعب مصري اسمه كاتو كاتو. وهذا كاتو لاعب مهاجم بارع في النادي الاهلي المصري في الجيل الستينات والخمسينات حتى أن ام. حتى انه تركي بفرط الحارس الاتحادي العملاق كان بي بيكتب كتاب الان هو يألف كتاب ايه كتسو عن الرياض ايوه ام. وكان هذا استضفنا الدكتور عبد الرزاق بكر هنا في برنامج سيره ام. وصرح في هاللقب الكاتو اي كاتو فقال له احرقت علي السر هذا كاتو كان لاعب كبير طبعا هو كان لاعب كبير واخوه عبد المجيد وعبد الله بعدين بعدهم الجيله عائلة اه رياضية اي اه 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 نعم اسوه بالبيت الكيان بيت وكلهم رياضيين والحقيقه تفضل وبعد كذا استمريت في استمريت قلب دفاع خلاص على طول صار مركزي الاساسي قلب دفاع نعم حتى مثلت ايضا منتخب المملكه ك قلب دفاع نعم من كان ابرز النجوم في تلك الفترة معك؟ في كان عبد المجيد بكور عبد الرزاق بكور وكان محمد حسام الدين وكان عبد المجيد رشخان وكان عمر رشخان وكان غازي ناصر وكان يعني هذول في اجانب معنا الكلام كان نعم. مسموح اربع نعم. اجانب كان عبد الحفيظ وكان سيد مصطفى نعم. وزرقان دانا نعم. يعني نعم. كانوا معنا في عبد الله حجازي اخوي عبد الجليل نعم. نعم. كان حارس بارع جدا الاتحاد في العام 1378 حقق انجاز غير مسبوق بحصوله على كاس الملك وكاس ولي العهد زي ما انا اشتركت فيها هذه الكاسين نعم الكاسين حدثنا عن هالذكرى الجميله في تاريخ الاتحاد ومساهمتك انت فيها على فكره هذه احنا اخذنا لمده اربع سنين ورا بعض الكاسين 78 واستمرينا بعدها كان في عهد فتح ابو الجلايل اعوام كم اخذتوها؟ آه يعني من, من في الثمانينات 78 78 إيه 79, 79 80 81 كلها كانت يعني الاتحاد يمكن سنه ما أخذنا غير واحد نعم. ولكن اربع سنين اخذنا الكاسين فيها في خلال المده ذيك من 78 حتى يمكن 85 او 86 احنا اخذنا خمسة بطولات على طول الرطل. الى من يعود الفضل؟ ها. الى من يعود الفضل فيه والله هو شوف الاصرار والاخلاص وايام زمان ما كان يعني, الـ يعني يعني يوم غلبنا على فكره كمان يعني هذه اخذنا الكاس مع الوحده نعم يعني هذه كلمه حق انه النو... الامير عبد الله الفيصل نعم. اللي بيقول هو اهلاوي ومهناوي اتبرع بكل واحد ديك الايام براديو فيليبس وايمتى الراديو يعني كان اقول لك يبغى له الراديو يشيلوا 10 انفار من كثر كبره وكل واحد يعني احنا يعني فوجئنا طبعا بهذه المكرمه وهذه الهديه عادة سموها الكريم دائما, دائماً مع يعني كان يخدم الرياضه ولا عنده كان نعم يعني نعم اتحاد لما يفوز يدي له هدايا له ويكرمه هل كان المنافس الوحيد في تلك الفترة الوحدة؟ كان منافس الوحيدة أكثر شيء وبعدين الأهلي نعم متى بدأ الأهلي ينافس الأهلي بدأ والله يعني تقريبا على في الثمانينات نعم من كان يرأس الاتحاد في تلك الفترة؟ كان مر علي الله يرحمه يوسف الطويل وفتح ابو الجدايل هذولا يعني وغازي سلطان و اللهم صل يعني تقريبا امين ابو الحسن نعم يعني, يعني هذول الجيل اللي من أخذ. اكثر من خدم الرياضه ابو فيصل الاتحاديه اكثر من خدم الرياضه الاتحاديه في تلك الفتره في الجهاز طبعا والله انا كان انا كان. يمكن اختلف معك مع ناس كثير في هذا اللي اللي يعني آه انا كلك كل واحد شخصيه نعم. والاتحادين كلهم يعرفوه نعم. وهو كان سكرتير النادي وليس رئيس اسمه خليل رشيدي الرجل هذا انا بميزه لسبب واحد تفضل هذا كان فاتح بيته عنده فيلا في في الرويس والفيلا هذه يوم كل الاتحاد ما يسوي مباراه نروح نعسكر فيها ننام فيها ويخرج اسرته وزوجته وبزورته وينومهم في الحوش في صندقه جنب ال... عنده يربي دواجن وما دواجن واحنا في غرف نوم ونت... البيت كله نام وب وبعد ما نغلق المباراه كل جمهور الاتحاد اللي في الملعب يجي على بيت خليل رشيدي جوا يخش ويعني ويت... اول والفرح، فالرجل كان مضحي ببيته كله واهله، فانا اقول هذا الرجل قدم خدمات مميزه الحقيقه، مميزه جدا عن ربما غيره ساعدوا الفريق ماليا يقدروا، بس هو ما يقدر هو هو غلبان وضحى باصعب شيء انه واحد صور واحد يخرج اولاده وزوجته ينوم في صندقه في حوش وعشان فريق الكوره ينام ويقوم ويفطر ويتغدى ويتعشى يعني انا اعتقد وكنت اتمنى على الاتحادين ان يعني يعني على الاقل تقدير لهذا الرجل يعني يسموا قاعه باسمه حتى هذا احنا نقول يعني دائما التكريم الجيل الماضي نعم. هو حافظ للجيل الحاضر والشيخ يوسف الطويل حمزه الفتيحي من ابرز الشخصيات يوسف الشخصية. من يوسف هو اللي سماني استاذ نعم. حمزه فتيحي. وحمزه الفتيحي لو تحدثنا عن الشخصيات يعتبر حمزه الفتيحي اول حكم سعودي آه هو ومحمد الطف وعبد الله كعكي وعبد الله غمري ومحمد ثربلسي وحسن سلطان الله اعلم نعم ف حمزة فتيحي كان طبعا عنده رجل قيادي وكان يدرب الاتحاد وكان وكان يحكم وكان ورجل يعني قدم بس هم دول ارسلهم الامير عبد الله الفيصل يعتبر مؤسس فيه. للاتحاد ترى هو يعني من المؤسسين نعم, نعم من المؤسسين, من المؤسسين. شيخ يوسف الطويل يعني كذا استضفنا شخصية اتحادية الكل اثنى على عبد الله يوسف الطويل هذا انا يعني الحقيقة احترمه واحبه نعم. كثير جدا لانه هو يحبني جدا جدا وحتى عم حمزه فتيحي الاثنين دول ولذلك هذه الصوره هم اللي طلبوا مني ان اجلس في عشان يصوروني. وش مناسبة يعني الصورة هذه؟ كنا في في بيت عم حمزه فتيحي وكان مجلس تصفيه صلح. كانوا الاتحاديه يعني اخطاوا في حق عم حمزه فتيحي وجاء الامير طلال بن منصور عشان حضر الاجتماع هذا ايش الخطا اللي صار يعني؟ يعني اعتقد انه سووا تكريم وما كرموه ما ذكروه حاجه كذا ماني متذكر الاتحاد ككيان او كشخص كك... معين ايه يعني, يعني, يعني م... وبعدين الامير طلال الحقيقه على خلق عالي جدا فراح وسوى نعم. جمعه هناك وسووا صلح ومحمد طبعا نسي الموضوع فكان هذه المناسبه فعزمونا احنا نعم. مختصره كانت نعم. الحقيقه خلينا أبو فيصل مع السادة المشاهدين ناخذ فاصل ومن ثم نتواصل معك ضيف الحلقة الأستاذ الحكم الإداري الإعلامي الأستاذ غازي كيال بلا شك أنه ضيف حقيقة يصعب الحديث عنه لأنه شخصية يصعب الحديث عنها من أي طرف فهذا الرجل عايش الرياضة أكثر من خمسة عقود بمعنى خمسين سنة في المجال الرياضي لم ينقطع أمدها الله في الصحة والعافية أبو فيصل طبعا بدأ لاعب ثم حكم وإداري وإعلامي ومؤلف و... إلى جانب الأشياء التي عايشها أبو فيصل طبعا كان نجم عندما كان لاعب لكن طبعا ما تبعناه لكن كما قرأناه عايشناه كحكم وكأداري وكإعلامي هذا الرجل يتميز بخصال ربما يفقدها الكثير لماذا؟ لأنه عايش إيقاع العمل من واقع تجربة تجربة عريضة منحته الثقة منحته العطاء منحته الأداء الجميل الذي يعطيه التميز في إدارة عمل سواء كان إعلاميا أو لاعبا أو كان إداريا أو حكما آه غازي كيال حينما تتحدث عنه أنت أمام مجلد آه كبير آه مكون من من خمسة فصول وهي المجالات التي آه أعطى فيها خلال سنواته الماضية آه لا شك الأستاذ غازي بنى له مجد طبعا وتحديدا عندما كان حكما ثم اداريا ذلك التميز بلا شك انه وضعه في دائره جعلت الجميع يراقب هذا الرياضي وينظر له بعين العافيه الكابتن غازي بلا شك انه حقق نجاحات في المجال التحكيمي سواء كان في الداخل او الخارج في ظروف كانت شحيحه بالنسبه للرياضه السعوديه ورغم ذلك سجل حضور غير عادي سواء في الداخل او الخارج. ايضا في مجاله الاداري وفي مجاله الاعلامي هو الاخر تميز في ذلك. بلا شك ان هذا التميز لم ياتي من فراغ وانما كما اسلفت كان نابع من خبرات عريضه. اقتبسها من السنوات الطويله التي عاشها في المجال الرياضي. ربما طبعا ونحن بقدر ما تحدثنا من ايجابيات ومعطيات لهذا الرجل طبيعي ان الانسان تكون له سلبيات وهذه سنه الحياه فالاخطاء تصنع النجاح. ربما أن الحدث الذي لا يمكن ينساه احد للكابتن غازي في لقاء الاهلي والنصر على ما اذكر 94 او كما تتحدث عنه الصحف. في التسعينات وتسعين او 93 كان لقاء نهائي عن يعني نهائي الكاس والغى هدفا صريحا للاهلي في مرمى النصر من قدم المهاجم الاهلي سعود سمان كان هذا الهدف كفيل ان يرجح كفه الاهلي للفوز بالكاس لكن كان غازي كيال راى وراي والغى الهدف برايته طبعا دار حول هذا الهدف شكوك عريضه الحكم هو يتخذ قراره بثواني، اتخذ القرار ربما يكون صحيحا وربما يكون خاطئا ولكن ما حدث هو دار حوله شكوك ولكن انتهت المباراه بفوز النصر. عموما الكابتن غازي هو مفخره وطنيه حقيقه يعني نتمنى يكون غازي مثال لكل رياضي ان يحتذي به. فالعطاء الذي قدمه رغم الظروف الشحيحه والضنينه الا انه برز وتالق ووضع له اسم ونحن بدورنا نقول آه يعطيك العافيه يا ابو فيصل ومدك الله بالصحه والعافيه. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد الحديث يتواصل مع نجم سيرة هذا المساء الأستاذ غازي كيال كما سمعت كما شاهدتم مشاهدينا الكرام بالأصح كانت شهادة من الأستاذ عبد المحسن الجحلان لنجم هذا المساء الأستاذ غازي كيال كان لك تعليق الأستاذ عبد يتكلم. أولا أنا أعتز بما قاله الأستاذ عبد المحسن الإعلامي المخضرم والرجل الكاتب الجميل وانا سعيد ب يعني ما طرحه من وجهات نظر من اراء واعتز فيها من شخصيه اعلاميه بارزه نعم. زي الاخ عبد المحسن آه قبل ان ننتقل الى محور اخر ابو فيصل أه ودي تلخص ابرز انجازات الاتحاد في تلك الفتره هو الاتحاد يعني في في خلال نهايه السبعينات نعم. واول الثمانينات نعم. كان في قمه مستواه وبعد كده صار في تراجع كبير نعم فيه في المستوى نعم يعني بدا يعني الاتحاد يعني الوهش حقه شحت النجوم ايه مثلا ايه مو كان لا صار لا في منافسة اكثر اقوى صارت في منافسه قويه النادي الاهلي دخل تأس منافسه من تاسيس على لاعبين يعني استقدم لاعبين اقوياء وممتازين نعم. بالاضافه للمحليين الوطنيين نعم. وصار في والوحده كذلك قوي الهلال وتوجد أن الاتفاق النصر فاصبح الاتحاد ما هو ما هو زي اول نعم. الوحده نعم. نعم. فدي خلقت خلقت منافسات وتوزعت البطولات بالعكس الاتحاد كمان خسر يعني يمكن جلس 12 سنه ما يحس ي... نتكلم عنها يا ابو فيصل وابرز النجوم الاتحاديه اللي شار لهم بالبنان لو حبينا نشير في لهم في تلك الفتره ايه. نعم في عبد المجيد كيال نعم وفي الدكتور اللي هو يعني ايام زمان محي كيال في عبد الرزاق بكر نعم. في عبد المجيد رشخان في عبد المجيد بكر في الجمله حسام الدين هذول آه تقريبا اللي كانوا طبعا انا بذكر الوطنيين على اساس نعم. المحترفين اللي جايين برا يعني نعم. ممتازين وانهم ناس كانوا جدا حققوا سبب في فوز الاتحاد نعم. لكن هذول كانوا حارس عبد الله حجازي وحارس عبد الجليل كيال هذول يعني طيب. لو قلت لك ابو فيصل معنا نجم من نجوم الرعيل الاول اللي هو الدكتور عبد الرزاق بكر مرحبا بك دكتور عبد الرزاق اهلا وسهلا حياك الله مرحبا بك وبضيفك العزيز سعداء بهالتواصل وهالاتصال الجميل الله يبارك فيك أثناء شكرا على برنامجك الحلو وعلى الوجه الطيب اللي بتستضيفه الله يخليك لعلك سمعت ابو فيصل اثنى كثيرا عليك وعلى هدفك اللي جبته في الوحده الوحده الله يجزيك آه هذا حسن ظنه ما ما دي انا هذا ابو فيصل معاك يا دكتور هلا هالي... يا دكتور يا هلا مرحبا الله يسلمك عاد انت غازي آه... بقول له هذا النجم كاتو كان في كاتو <applause> لاعب نجم في مصر وكان يعني الدكتور عبد الرزاق في ذلك الوقت كان يعني هو كمان يمكن يقدم افضل ما كان يقدمه كاتو والحقيقه وانا مره ثانيه ارحب يا اخي بضيفك الكريم واقول انه الاخ يعني من النجوم اللي عاصروا الفتره الذهبيه للاتحاد وله هو والزملاء ذكرهم اللاعبين بصمات جيده في بطولات الاتحاد نعم وكان مدافعا صلبا وله قدم يسرى قويه جدا مشهور بها نعم وحقيقه يعني حتى كمان الى جانب الناحيه الرياضيه كان يعني في روح مرحه وفي ود بينه وبين اللاعبين روحه حلوه الحقيقه نعم والحقيقه يعني هو ساهم وهذا شيء يعني يشكر ويذكر له في مجالات عده كما ذكرتموها نعم سواء كلاعب او كحكم او كاعلامي وفي عده مجالات في الاتحاد في الخطوط السعوديه حقيقه مشوار طيب يشكر عليه ما في شك و... تاريخ رياضي يعني نرجو ان يحتذوا بحذو بعض الرياضيين تاريخ رياضي ونمو... ونموذج يا دكتور يحتذى به دكتور عبد الرزاق نعم دعني استغل هالاتصال واسالك عن نجم هذا المساء ما هي ابرز بصماته لناديها الاتحاد يا دكتور والله كما ذكرت لك له بصمات كثيرة في الفترة اللي عاصر فيها ولعب معانا فيها لأنه كانت هي في نظري نعم. العصر الذهبي للاتحاد يعني حقق فيها بطولات كثيره الاتحاد بمشاركة نعم. الأخغازي الاخ غازي وبقيه اللاعبين اللي ذكرهم نعم. فيعني في له بصمات وله نصيب الاسد في هذه البطولات نعم نعم لك تعليق آه اول الحقيقه طبعا الدكتور عبد الرزاق انا يعني على قد ما كنت انا يعني انا صغير وانا يعني, ومكبر كثير يعني مو هو اكبر مني بكثير يعني تقريبا قريبين بعض بس انا كنت معجب به يعني يعني انا كنت وأنا العب معاه وانا كنت معجب باسلوب لعبه وطريقته يعني ف تستمتع تستمتع الحقيقه ومتعه تستمتع اشكر اتصالك واشكر هالمداخله يا دكتور العفو يا حبيبي بس الحاجه الملاحظه اللي احب اقولها انه في ذيك الفتره نعم يعني كانت كثير من الانديه أه تعتمد أه على اسر نعم يعني تجد احيانا في بعض الأندية كذا لاعب من أسرة واحدة نعم وليس فقط في الاتحاد أسرة أبو داود في في, في نعم الأهلي في الشرقية أنا أذكر كمان الفصمة, الفصمة في كذا نعم لاعب نعم في الاتحاد في بيت الكيال كذا لاعب بيت الراجخان كذا لاعب نعم إلى آخره الرياضة بناء المطرف في الوحدة نعم آه النبان وغيره الحقيقة كانت يعني الأسر تساهم وبالتالي الجمهور كان يأتي من معظم أسر المدينة إذا كان مكة أو جدة أو الله يعطيك العافية يا دكتور شكرا, شكرا. من كلام جميل قاله الدكتور طيب الحقيقة يعني هذا الجيل اللي إحنا تزامننا فيه جيل يعني يعني ممتع الحقيقة لأنه لانه كلنا نب... احنا على فكره هي كره القدم حتى اليوم ولل عند المحترفين هي هوايه وعشق واليوم اللي يفقد فيها المحترف يفقد فيها عشق وهوايته نعم. واعطي لك مثال بسيط روماريو لما ال... هو رجل نجم بارع لما كاس العالم اللي في طوكيو واليابان ما اختاروه فجابوه في التلفزيون في مقابله جالس يبكي يبكي بكى يشعر وهو لاعب دولي و لإنه, لانه عشقه للعب بيبحث على 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 على, على الانسان ولذلك كره القدم هي هي قبل الاحتراف لازم حب لازم لا لازم اللي يلعبها او يحكمها او يدربها او عضو فيها ما فيه لازم يعشق من اساسيات الـ الرياضه ابو فيصل دعني اتكلم عن مرحلة في حياتك اعتقد في اوائل الثمانينات الهجرية إيه؟ اتيت الى الرياض اتيت الى الرياض ايوه ولعبت وإيه. في شباب لا. الرياض اللي هو إيه شباب إيه حاليا اي نعم نعم ويقال انه تمت مفاوضة إيه ما بين الشيخ عبد الحميد مشخص والمرحوم صالح غفران نعم. نعم. الا انها المفاوضات نعم. لم تنتهي الى تسجيلك في وعبد الله الاحمد نعم يا ليت نتحدث عنها الحقيقة انا كان امنيتي ابغى احس اني انا يعني اقدر اعيش بعيد عن ابويا وامي. ف يعني وانا فقال لي مشخص عرض علينا قال ايش رايكم؟ تجوا تلعب نعم. في الرياض في الشباب قلت له اتمنى واتمنى اني اعيش في الرياض. نعم. قال لي خلاص احنا نرتبها رتبها وجينا اقنعت ابويا وخليته هو كلم ابويا المشخص الشيخ عبد الحميد مشخص هو اتصل بوالدي وقال له يعني انا مسؤول وانا ودا. قال له ابويا خليه يجرب. نعم. وجينا هنا ومثل انا صغير بدو لازل فلز... لكن امي جلست تبكي ومو وجع... كاني نقلت كاني مت طول الليل والنهار وهي ذا فقالوا لي لا اول مرة انت تطلع وانا ايه؟ كنت هنا يعني خلاص بدات ابغى اسجل ايوه و... و... الا وقالوا لي لا لا بس لازم ترجع لانه امك ما هي ما هي قادرة يعني نعم وفي وهذه وهذه هذه يعني ولماذا اخترت حنان الام في بعض الاحيان يعني يكف عقبة حتى ولماذا اخترت شباب الرياض؟ الحقيقة هو المشخص وهذه وهذه صورة الشباب الرياض اي اي ايه, ايه, ايه هذه المشخص 84 هجرية اي نعم عن المشخص تذكر منهم احد؟ ايوه شاف شاف على انا شايف أظن. ايوه وكان فيه, فيه محمد جمع الحربي وفي جمع حربي وكان في فهد الدهمش وعبود ال عبود الروجة. 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 محمد وعلي بن حمزة ومحمد بن عاتم في لاعب الى اليوم انا اقول يعدوا على سابع اللي مضوا ما تكرروا ولاعب بالفطرة ذاك صالح داك. عدني زيد بن مطرف زيد بن مطرف انا دا اعتبره هذا اهلي أهل الرياض طبعا هذا اهل الرياض اعتبره نجم من نجوم اللي ما تتكرر رغم انه الناس ما ما كان احد يهتم نعم. هذا في ميزه غير موجوده حتى في لاعبين عالميين هذا يهدف والكوره تحته يا سلام زي الصاروخ تطلع وهذه هذه ما هي كل لاعب وبعدين مبارك الناصر عمر... نعم انا مبارك الناصر مبارك عاد هذا كان نجم نجوم الهلال نعم وسلطان بن مناحي وكل هذول يعني انا تربطني بهم صداقه صداقه متينه مش, مش, مش نجوم الهلال أه؟ هذا مبارك عبد الكريم نجم الهلال مبارك عبد الكريم مبارك, مبارك الناصر الاهلي الاهلي أش... الرياض. الرياض نعم مبارك الناصر ومبارك عبد الكريم الاثنين ابو أنا فيصل دعني اتكلم عن مش اول مشاركه خارجيه لك أول. لما مثلت أيوة. منتخب المملكه أيوة. في بطوله الصداقه, الصداقة. في اندونيسيا ها هي هذه عام 1963 الف 63 الف و... اللي هي 83 هجريه هجريه نعم من كان ها... معك المناسبه؟ هذه آه... دا... كانت هي دوره اسيويه اصلا نعم ولكن ال... 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 أندونيسيا كانت زي ما. ما هو بلد مسلمه ما. فرفضت اسرائيل انها تشترك فقام الفيفا أصدر قرار أي فريق يشترك في هذه البطولة يشطب من الفيفا. نعم. لأنه ما يبغى إنه تقول ف ولذلك اتفقوا العرب المسلمين إنهم يدعموا هذه البطولة ولكن كان أمامهم حل لازم يغيروا الاسم إنه يسموها الصداقة عشان المباراة تقام بصرف النظر مو ضروري آسيوية ولا يحزنون. ففعلاً صارت صداقة. ورحنا احنا شركه مصر وإحنا ودول و... اسلاميه ثانيه من في الشرق الاقصى هناك نعم واستمر لعبنا فيها رحنا كان فيه لا. كان معانا هو مبارك آ... عبد, الكريم. عبد الكريم وكان فيه الوصله وكان فيه آ... علي حمزه وعمر فيه... أيوة مر... لا ايوه اظن شوف هذه هادي... هذه الصوره يا ابو فيصل اي أيوة هذول هذه هي أيوة في بطوله أيوة آ... آ... الصداقه في اندونيسيا وابو غنم وما هذه كل الاخوان دول؟ هذه وين كانت فيه الصوره؟ هذه الصوره في مطار الزهران في مطار الزهران واحنا نعم. طالعين ادونا حتى شينة لوفتانزا اي نعم لانه كانت الطياره لوفتانزا ما كانت تروح نعم. شرق الاقصى الا الالمانيه هذه لو رجعنا الى هالتاريخ وهالصوره بالذات يا ايه ابو فيصل، ايش كان يدور بينكم؟ ايش كانت كان معنا صالح العبادي نعم وعبد الله ايش كانت فرحتكم وانتم في اول بطولة صداقة؟ اي والله كانت دعاية هو لا هو في قبل دوي بس انا ما اشترك كنت اصغر من كذا في المغرب لا انا اتكلم عنك انت فيها. ايه هذه انا هنا هذه اول مباراة إيه انا يعني. نعم. وكنت يعني سعيد فيها واستفدنا الحقيقة كثير تجربة الاحتكاك الخارجي نعم آه خلينا نتكلم فيصل عن مرحله مهمه في حياتك الا وهي مرحله التحكيم أوه. التي ابدعت وبرزت عشكي. بها صراحة. وعشقك انا اعرف انه عشق ازلي بالنسبه لك نعم. الى الان نعم. وكنت خير مثال للحكم السعودي أشكرك. المتمكن أشكرك. لهذه المهنه اشكرك, أشكرك. آه غريبه في الامر انه كان عندك حب وانت تكلمت عن الحب مزبوط. للرياضه كان وانت لاعب تمثل الاتحاد مزبوط. مزبوط. في الثمانينات الهجريه مزبوط. تمثلوا درجه اولى كنت تتحكم فالناشئين اللي هي درجه الشباب حاليا طبعا كان النظام صح. يسمح في تلك الفتره نعم آه يعني سر هالعشق هذا آه اولا وهذا اتمناه انه الان يسير واقترحه عليهم نعم معالجه التحكيم احنا في حاجه الان اننا نفتح الباب امام اللاعبين الموجودين في فرق الدرجة الممتازة أو أي درجة نعم ونديله دورات وبعد كذا نديله تكليف في يحكم في المسابقة اللي هو ويسمح له أنه يلعب نعم. بحيث أنه إذا هو يلعب في الممتاز يحكم درجة ثانية ويحكم درجة أولى إيش المانع؟ ما له علاقة ولا في أي ربط بينها فهذا اللي أنا أفادني أنا كنت ألعب في الاتحاد يمكن وأحكم درجة ثانية يعني وادرب النادي نادي درجه ثانيه اسمه نادي بترومين والحرس الوطني وكنت ادرب يعني العب واحكم وادرب وكنت على جريده عقاس يمكن كل ما كان في زمن واحد يمكن ما كانت الامور حساسه إيه، اكثر الان كانت الناس أكثر. يعني يعني تتقبل لانه اصلا ما في تضارب وبعدين في نقطه مهمه حاجه صلح. يعني انا ذيك الايام قبل مده سمعنا هيصه صارت في القصيم انه حكم عزم واحد عنده في الليل هو هو ثاني يحكم فريق فاعتبروا انه كيف يروح ينعزم طب انا ححكي لك قصه اصعب واكثر من اللي سواها هذا نعم كنا قبل ما نتكلم عن القصه هذه الصوره ايش تعني لك هذه؟ الله يذكر يدير العافيه والصحه ان شاء الله رائد الرياضه الاول صاحب الامير عبد الفيصل دائما كان الحقيقه يدعم الرياضيين وداعم الرياضه هذه في ملعب الصبان نعم. وصوره جماعيه عبد الله مع الامير عبد الله الفيصل عبد الله كعكي وانا ومحمد الثريفي نعم سوداني متعاون كان نعم. يعني رجل فاضل سمو الامير يمكن هو اول من عقد دوره لكم ارسل لكم؟ اول دوره للتحكيم نعم. في القاهره نعم. حمزه فتيحي وعبد الله كعكي وعبد الله والغمري و ومحمد الطف نعم ارسلهم الى القاهره ودرسوا يا تحكيم يعني اولي وبعدين جو كحكام بس ما ما صاروا دوليين ولا واحد فيهم الا الكعكي صار دولي نعم. بعدين اما الباقيين عاديين يعني نظير بروزك في مجال التحكيم يا ابو فيصل منحت وسام ال... وسام وسام من, من, من الملك, الملك فيصل الملك فيصل رحمه الله عليه سبعه ش... احنا سبعه رياضيين نعم. أخدنا. اولا ما مناسبه هالوسام وش, وش إن... اثروا عليك وهل والله كان يعني اثبت الوقت ذاك جيل من الحكام اعطوا صوره جدا ممتازه نعم. والجيل هذا كان اللي هو عبد الله كعكي وعبد الرحمن الدهام وعبد الرحمن الموزان وغازي كيان نعم. وعبد الله عياش وصالح غلام واعتقد ايوه وسبعه ايوه محمد المرزوق الله محمد على. المرزوق هذا ايه. الجيل برز فالامير خالد الفيصل يعني يعني انبسط واسعد هو انه احنا ما كان في مشاكل ابدا تحكيميه جميل فكان مباراه بين الاتفاق والهلال في على ملعب السعير 4-2 وكان الملك فيصل الله يرحمه رحمه على شرف سبقاني. المباراه وهذه اللي انا حكمت فيها المباراه انا كنت حكم ساحة هذا كان سؤالي انك اول حكم أو سعودي حكم قاد طاقم حكم إيه سعودي. نعم قاد قاد لا. المباراه نهائيا وبعد المباراه فالملك فيصل سلمنا اوسمه وبعدين انا بقول للملك فيصل يعني كان جلس يداعب شوف الصوره ايه هذه جلس هادي يداعبني نعم. شو شوف لاحظ ايش كان يقول لك؟ يقول لي رحمة الله انا بقول له تعال لك وقعي العصر قال لي ما عندي قلم قلت <applause> له تفضل قال لي قلمك اشتغل فانا يعني قلت له طال عمرك ما دام في يدك لازم اشتغل <applause> فجلس يضحك وقال لا يا والله تستاهل التوقيع وجلس يعني قال اديكم العافيه يعني شخصيه بالمره الله يرحمه كان لطيف وعنده كذا يعني يعني طشات حلوه كذا نعم <applause> نعم كان شرف تاريخي لك يا ابو فيصل قيادتك لاول مباراه سلام. من كان الطاقم؟ كان انا وكان عبد الرحمن الدهام نعم وكان صالح غلام الله نعم خلينا ابو فيصل ناخذ الاستاذ محمد عبد كعكي اذا استاذ محمد المرزوق رئيس لجنه الحكام السابق معنا على التليفون مرحبا ابو عبد الرحمن مرحبا هلا حياك الله, الله ابو عبد الرحمن هلا فرصه سعيده والله يا مرحبا هلا تفضل معك الاستاذ غازي كيال طيب حاضر هلا ابو فيصل هلا مساك الله بالخير يا مساك الله بالنور يا هلا ابو عبد الرحمن كيف الصحه الله يسلمك قلت انت بالسنوات الله يسلمك بالتحكيم وزمان التحكيم <applause> ود ودوا ترجعون يا ابو عبد الرحمن والله مستعدين بس ما عندنا لياقه للجري <applause> الله يعطيك الصحة والعافية الله يعطيك يا أهل أستاذ الاستاذ ابو فيصل تكلم عن الوسام اللي نلتوه من جلالة الملك فيصل رحمة الله عليه نعم اي ماذا كان يعني الوسام لكم كحكام انت وابو فيصل وزملائكم هذا يعني لا يعني لنا شيء كبير جدا يعني نعم وسام من هذا آه صاحب الجلال الملك فيصل رحمه الله رحمه نعم الله عليه واسكن فسيح جناته كان الشيء الكثير لنا يعني ولا نزال نحتض هذا الوسام نعم, نعم ابرز ذكرياتك مع نجم هذا المساء الاستاذ غازي يا ابو عبد الرحمن ايه والله كثير احنا مع غازي احنا كنا في دوره عام 86 عام ستة في تونس نعم عام وثمانين هجري وحكمنا كثير مباريات نعم آه وحضرنا دورات تحكيم وحضرنا دورات آه تغطيه وصقل وكان لنا ذكريات جميله جدا ابو فيصل يمتاز بالروح الطيبه والخفه النفس نعم الله يخليكم الله يحييك شاكر هالمداخله الجميله يا ابو عبد الرحمن شكرا يا ابو عبد الرحمن يا الله يديك العافيه يا حياك الله ابو فيصل نلتقي ان شاء الله بالطايف ان إيه شاء الله ان شاء الله إيه شاء شاء في الطايف اهلا وسهلا ان شاء الله حياك الله شكرا على ذكر الطايف كان هناك مباريات الـ الـ المناطق اي المناطق اولا ودي اسال ما دام ابو عبد الرحمن فتح الموضوع من كان هو من هو رائد فكرته؟ رائد رئيس الشباب نعم هي عملت كانت في الصيف وكان الطائف مركز صيفي حتى اجهزه الدوله كانت تروح في, في السيف فلذلك كان الطائف يعني حركه فقالوا خلينا نستفيد كمان بدل الفتره الجمود نعم ونعمل مناسبات فعملوا دوري مثلت منتخب الغربيه فيها اي مثلت كم من كم معك؟ المغربيه كانوا الكلجه وغازي ناصر نعم. وعلي علي حمزه وياسين صالح الله يرحمه رحمه الله عليه وعبد الله ابو داوود وعبد الجليل كيال وعبد الله حجازي وعبد زاك بكور وعبد المجيد بكور وعبد الله بكور ويعني جيل طويل عريض رائع جدا مم. ابو فيصل اخترت كأفضل حكم في اسيا عام 1974 ميلادي مزبوط نعم أه ما مناسبتها وكيف أه تم ترشيحه هذه كانت دوره في اسيويه في ايران نعم. وكان حاضر الحقيقه انا يعني هذه الدوره اخذت فيها يعني يعني ما يعني آب آب تأييد وتقدير يفوق الوصف. نعم. أولاً أنا حكمت تقريباً معظم الأداء وأعطوني البرنهائية الفاينل. نعم وأخذت أفضل حكم في آسيا. عبد الله فرج موجود حي الله يديله الصحة. وفي نفس الوقت بعد ما خلصنا جو الاتحاد الايراني وطلبوا من عبد الله فرج انه انا ابقى اسبوع في ضيافتهم وعندهم المباراه النهائيه على كاس شاه شاه ايران وفي وهذه يعني مباراه مره حساسه قوية وكبيرة ويجيبوا لها حكام من انجلترا هم فقالوا اللي احنا شفناه هذا الحكم العربي المسلم هو افضل من اللي بنجيبه يا سلام فنبغاه هو يحكم فقال له استاذ عبد الله فرج ايش رايك؟ قلت له استاذ عبد الله طبعا هو افضل شيء خلينا نسجلها عليهم خليهم يطلبوني رسمي انا ارجع لبلدي ويطلبوا الى عن طريق الفيفا والفيفا يرسل الاتحاد السعودي وفعلا ارسلوا وبلغني الخطاب الى اليوم موجود عندي من الامير فيصل بن بتكليفي لقياده بطوله ايران هذه صورتك مع لاعب الدولة البرازيلي ايش هذه؟ هذه فريق آه سانتوس جاء عمل آه. مباراه ومع المنتخب المملكه وكنت انا حكم المباراه كنت تتكلم مع بيليه في اي أيوة ايش كنت تقول له في لحظتها؟ اول شيء جاء يقول لي هذه أيوة. الكوره حقتهم هم ايوه واحنا كورنا كانت بالطريقه القديمه شويه ثقيله شويه وهذه خفيفه شويه أيوة. فقال لي احنا لما نلعب هل تسمح لنا نلعب بالكوره حقتنا؟ قلت له اسمح لك على شرط نص شوط إنتوا ونص شوط بالكوره الثانيه عشان اكون حكم عادل نعم. لانه احنا جايبينكم نبغى نستفيد منكم وما نبغى نعطي لكن في نفس الوقت كمان ما نبغى نحط عقبه امام لاعبيننا نعم. كوره ما هم متعودين عليها فقال لي انا يعني اللي مترجم معانا نعم. قال له انا مبسوط من هذا الراي وانا ما عندنا نص شوط احنا ونص شوطهم ولعبت المباراه بكورتين كل شوط بكوره نعم. ولان احنا جايبينه ونبغى نستمتع بهم ونبغى لاعبين نستفيدوا ما نبغى نحط لهم على قيل جميل. فكان تصرف شخصي مني يعني ابو فيصل خلينا نرجع للحادثه الشهيره اللي الغاء هدف للالي ضد م. النصر وانت تضحك انت هذه للامانه وللتاريخ اي والله انا ابغاك تاخذ وقتك فيها وتوضح للي يمكن ايه ما يعرفها ايه او, ايه او يسمع فيها لا مهمه مهمه نعم اثارت حفيظه الاهلاويه واحتجاجات صاحبها احتجاجات كبيره وانت امام الساده المشاهدين الان تفضل وضح لنا الصوره والقصص اللي صاحبتها بحذافيرها. اولا آه، هذا كان عام 91 94 المباراه واحد آه المباراه عام 1394 ايوه 94 مضبوط 94 وكان آه نهائي كاس الملك طبعا لا هو هو لا في لا يوم ولادة ولدي لأنه لها قصة مرتبطة بي بي بولادة ولدي الله حقيقي صح لي صح فيصل يعني تقريبا في ده يوم ما اتولد فيصل وأنا في المستشفى طبعا تربطنا بالأمير عبد الفيصل علاقة ود واحترام وتقدير يعني رجل الكل يعني فوجئت أنه جاني المستشفى هو وحسين عرب الله يرحمه وزير كان والاستاذ عبد المجيد شوكشي والد الوزير عبد وحسين اسمهاني جوني في المستشفى في اللوبي تحت وقالوا لي الامام عبد جاي عشان يبارك لك في الجريده كتبوا انه غازي كيال جاله مولود ويبغى يسميه انمار انمار فقال لي ايش الاسم هذا اللي انت اخترته؟ قلت والله يقولوا اسم العرب فلا حسين العرب قال له اسم يعني اصل العرب وما ادري ايش ولا قال والله ما انت غير اسم عندي عزيز وغالي علي ولولا انك غالي انا ما ما طلبته مني نعم قلت له طب قال والله ما تسميه الا فيصل قلت له والله انا اتشرف يا من الان انا اتمنى هذه فعلا ذهب مدير المستشفى وقال له غيروا الاسم الى ده من انمار الى فيصل بالصدفه ثاني يوم انا ماشي في ساهو سويت حادث بالسياره والحادث هذا كان يعني يتطلب ان انا اوقف توقيف شويه ومن إجراءات يعني فهو لما سمع قال له والله لا يمكن يكون اسم فيصل يشك الا لابد ما دام اسم فيصل ما خلي اسم فيصل الا الا يكون فرح عنده وليس هذا نعم. جاء بنفسه راح وانهى الموضوع كله بطريقته الخاصه مع اصحابه لهم علاقه وصفى الامور وفعلا ومشينا كل شيء خلاص خرج وجات المباراه بعد باسبوع كلفت الحكم مع الموزان على كاس بين النصر والاهلي على شرف الملك فيصل نعم في العام 1394 نعم وكان في هذا الوقت ال 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 اللي كنت انا اعرف الامير عبد الله الفيصل نعم كان يقول هزيمه الاهلي تساوي كانني فقدت ولد من اولادي انا اعرف هذا عشقا وهو عمل مية موقف مره جن فاللي فال حصل وهذه وهذا الموزان موجود حي انا طبقت القا... اللي الان القانون طلعه انا طبقته وهو اللي هو كان سعيد غراب جري ولعب الكره وانا لسعود سمان بس سعيد في موقع تسلل لكنه ما اشترك في اللعبه ولكنه تحرك التحرك حقه كان قريب من حارس لفت انتباه الحارس فش فالكره دخلت جول لكن سعيد كان له تاثير بحركته انه خلى الحارس يرتبط يرتبك عبد الرحمن الموزان احتسب الجول وصفر وانا ارشدت الراي لما شفت عبد الرحمن صفر خلاص رخيت ده لان انا من مبدئي الحكم هو سيد الموقف انا ادي له هو ما مح ما احتاجه خلاص هو حر فلك بعدين نبهوه جماعه لاعبين النصر فجاني قلت عبد الرحمن كان المفروض قبل ما تصفر جول يعني تخلي بالك فيا قال لي والله ما خليت بالي معليش انا اسف بس ايش قلت له كده كده قال لي لا الغيه الغى عبد الرحمن الجول خلصنا رحنا على جده ثاني يوم في الصبح كان هذه الفكره كمان هذه لها ثرافه جينا وفد اعلامي كان متى رئيس رئيس القسم الرياضي الدكتور هاشم عبده هاشم في عكاز في المدينه ورئيس قسم الرياضي في الرياض الاستاذ تركي السديري ورئيس القسم الرياضي في الجزيره كان الاستاذ خالد, خالد المالك وكل الجيل هذا الاعلامي اجتمعنا وكان نزلنا ضيوف وانا وعلي الرابغي كان مسؤول في جريده البلاد وكنا نمنا كلنا عند واحد قريب للدكتور هاشم كان بيدرس في الجامعه والمهم هو فاحنا لما رجعنا ثاني يوم علي الرابغي حط بالمنشطة الاحمر في جريده البلاد الكيان يخرج الاهلي من الكاس نعم فانا في الظهر جاني السواق الامير عبد الله واحد اسمه سعد القحطاني قال لي يا عم غازي الامير يبغى ابو فيصل قلت له يا يا سعد الله يخليك روح قول له ما لقيته لاني اعرف انا الامير زعلان والجرايد اليوم حتى فقال لي والله يا استاذ غازي لو ما كنت سمعت لي ايش بيتكلم عنده كان عن الامير خالد فيصل وأظنه ولا الامير سعود يعني أسره كبيره ومسؤولين ووزراء صالونه يوميا ما دائما مليان فقال لي لو ما سمعت الكلام عنك كلام طيب ما جيتك انا قلت له شوف انا ما زنبت انا سويت شيء اللي انا مقتنع انه صح ركبت معاه وشينا جينا وانا داخل هو جالس الصالون قال لي وراك يا غازي خايف قلت والله طول العمر خايف بس مو خايف منك خايف من اللي وصل لك اللي منك انت عارف انك انت قال يقولوا انك ده قلت شو طويل العمر انت قبل اسبوع عامل فيا جميله لو انا ولدي احطه اذبح لك هو قدامك ما اديتك رد الجميل لكن يا طويل العمر اللي انا سويته اشهد الله علي عن قناعه انه هذا الجول رغم انه ما حد اكتشفه غيري بس هل فرضة اني انا ارد لك الجميل بخيانه؟ ما يصير انت ما إيه عارفك انت ما تقبل ولو انا سويتها انت المفروض ت... ت... يعني يجب تطردني ما يخش بيتك اليوم انا اخون لك للاخر بكره اخون عليك كمان قال ما قلت لكم انا عارف وهم يقولون و... واخسرك منهم وانا عارف بحط الحمل لهم عليك يا سلام الحمد لله انه طلع يا سلام. متفهم جدا يا سلام. و... وقلت انا طول العمر انا كنت اتمنى يعني امنيتي من حقي اتمنى لكن مو من حقي اتدخل في احد يفوز لا يفوز لا دا دا. وانا دائما اقول الحكم من حقه يرغب اللي يبغى لانه لازم ندي الثقه للحكم بس لازم نوري له انه في عنده امانه يا سلام فلذلك يعني كان موقف كثير سموه موقف نبيل جميل جدا وهذه على فكره لما جيت المباراه هذه الصحفيين هم كلهم عارفين الدكتور هاشم ودول انا قلت لك طبيعتي اقوم من النوم لما اكون عندي حاله في مخي اقوم اجري واخرج وانا نايم خوفتهم بعدهم فقمت اصرخ اي السوفيرا <applause> السوبيرا يعني هم كانوا لسه بيتعشوا وانا نايم طيب ابو فيصل على طاري الأهلوية معنا الدكتور عبد الرزاق ابو داود مشاهدينا الكرام لاعب النادي الاهلي السابق ورئيس الاهلي سابقا مرحبا بك ابو سليمان مرحبا بك مساك الله بالخير يا ابو فيصل يا هلا يا هلا سليمان حياك خيران. الله يا دكتور كيف الحال يا اخي لعلك سمعت كلام ابو فيصل عن المباراه الشهيره في العام 1394 يا دكتور يا اخي انا سعيد وانا اشاهد هذه الحلقه واستمع الى استاذنا الله الاستاذ الله الكبير الله. غازي كيال وهذا التاريخ الطويل النافع والذكريات الجميلة <applause> آه غازي كيال بالنسبة لنا يعتبر مثال للرياضي الناجح في كل مجالات الرياضة حكما ولاعبا ومدربا وإعلاميا وخبيرا في التحكيم الدولي هو مفخرة للرياضة السعودية وانا اعرف الاستاذ غازي وكنت احد المعجبين به لانه هو من جيل اسبق مننا واكبر مننا سنا وهناك شيء ربما الضيوف الكرام الذين تحدثوا قبلي انا قاعد انتظر الحلقه من البدايه لاشاهد هذا الوجه الحجازي الجميل المالوف الله يخليك فهم غفلوا عن شيء مهم جدا في شخصية أبو فيصل الغنية بكثير من الصفات والميزات الجميلة أبو فيصل في رأي رجل التسامح والطيبة غازي كيان لا يحمل ضغينة لأحد غازي كيان رجل متسامح أنا كنت لاعب وكان يحكم لنا كان يحكم بالابتسامة وبالنصح وبالإرشاد أكثر من الكروت أكثر من الصافرة كان غازي كيال ولا زال بالنسبه لي انا صديق عزيز واخ من الاخوه الاعزاء الذين ده تفتخر بهم الرياضه السعوديه ويكفينا فخرا ما حصل له في ايران وهو سرد القصه ولم يقولها لقلتها انا كلنا لا. نعلمها انه كرم على اعلى مستوى كرم به حكم سعودي في فتره قديمه جدا يعني لا. أه الاخ غازي له اراء جميله وجريئه جدا في التحكيم وايضا هناك مساله انشاء لنادي رياضي في الخطوط السعوديه هو الرجل الذي في رايي انا انشا هذا النادي في الخطوط السعوديه ودعم به الرياضه وما قاله عن الرياضه المدرسيه صحيح 100% معظم نجوم السعودية في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات تخرجوا من المدارس نعم. وتعلموا الرياضة في المدارس فلك تحياتي أبا فيصل والله يمتعك بالصحة والعافية ونستفيد من خبراتك دائما وأبدا الله يعطيك العافية والله يا دكتور شكرا. ويا دكتور قبل الختام أحب أن أعزيك باسم القناة الرياضية وبرنامج سيرة في المرحوم رحمة الله عليه محمد عمر رجخان والأسرة الأهلوية الله جميعا محمد عمر رشخان هذا اللاعب فقيد الرياضه نعم. السعوديه وفقيد الكره في المملكه كان على خلق عظيم رحمه الله رحمة عليه الله عليه وله افضال على كثير من 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 الضعفاء وكان مكتبه ومنزله مفتوح للاهلاويين والاتحاديين وكلنا اخوه وابناء بلد واحد ووطن واحد واعود واكرر مره اخرى ان ابو فيصل مفخره للرياضه السعوديه. الله يخليك يا دكتور وشاكر التواصل دائما وابدا معك يا دكتور. اهلا وسهلا يا اخي شكرا يا ابو فيصل. شكرا ابو سليمان. الدكتور عبد الرزاق الحقيقه يعني يتمتع من يوم اولا هو لاعب ماهر جدا قلب دفاع لا يعني ليس له مثيل نمره اثنين هو الدكتور عبد الزاق بكر والدكتور خالد التركي لا. هذولا مهدوا الطريق امام الجيل كله انه ابهاتهم ما يقفوا في طريقهم انهم يشتركوا بالانديه ليه؟ لانه هذول رياضيين وصاروا وصاروا اكاديميين دكاتره في الجامعات اذا ما في الرياضه ما عاقتهم بالعكس وهذا نماذج وهذا يعتبروا نماذج, نماذج نعم. مثالية يقتذى بها بها يعني نعم. نعم الدكتور عبد الرزاق والدكتور بكر الدكتور عبد الرزاق ابو داوود والدكتور خالد تركي وهذا وهذا يعني آه ساعه وغيرهم كثير وغيرهم ايضا اللي ما اذكرهم يا ابو نعم. فيصل الغريب في الامر انك انت اتحادي م. والاتحاديه دائما ايه؟ يرفضون ايه؟ انك ايه؟ تحكم لهم ايه؟ لانه السبب انه زي دحين لما انت مثلا تروح مثلا في اداره تتعقب على معاملتك او شيء وتجد واحد قريبك لكنه ما يهتم بك ولا يعني ولا اعطاك اي اهتمام او شيء تتالم شويه. الاتحاديين بما اني انا اتحادي كوني انا اسوي ركله جزاء عليهم او فاول او اطرد لاعب وجه كارت للاعب يشوفوها كبيره كيف فهم ياخذوها من هذا الجانب العاطفي بس انا واحمد الله واقولها شوف انا الحقيقه الهوى والسنين راحت اتحدى من يقول انه انا جاملت او انا يعني استفدت من مجاملتي له أو أنا لا. عملت بل بالعكس أحكي لك قصة لطيفة الحمد جدا. لله أنا قلتها يا أبو فيصل سألت السؤال هذا لأجل هالكلمة اللي أنت قلتها يعني إيه؟ لا أنت ولا غيرك من حكامنا الحمد لله والشكر و... وكل الحكام دائماً, عنو... دائما عنوانكم دائما وأبدا النزاهة والأمان. والأمانة وأداء العمل بما يمليه عليك أول شيء ضميرك وخوفك من رب العباد صح وبالنهاية يرضى من يرضى يعني و... أنا أديك هذه حاجة. سنة الحياة يعني أديك حاجة أنا عندي ثقة بنفسي فوق لا. ما تتصوروا يعني جينا مرة رايحين حكي مرة فريق نادي الوحدة نعم في المدينة نعم وي... المدينة يعني الطيارة واحدة تقوم و... وما عاد في بعد كده نعم. الطيارة اللي أنا رايح فيها حقة الداء خربت وما فيش بالصوت جونا في المطار قالوا لي ترى نادي الوحدة مأجر طيارة خاصة ورايح ليه ما تروح معاهم؟ قلت لهم ايش ما يصير؟ و... قالوا لي لا ممكن يعني إذا أنت ده جاني سمع الأستاذ عبد الله عريف معاهم أرسل لي الأستاذ النقيطي قال لي تيجي معانا وأنت يعني ما في قلت له أنا ما عندي مشكلة رحت ركبت معاهم في الطيارة وعزموني في الأوتيل ونزلت معاهم في الأوتيل للمعلومية عشان أقول هذول الجماعة م. اللي اللي راجع يتعشى وأتغديت معاهم وانا كله في نادي في الاوتيل معاهم ونازل معاهم وكله ولا يضيرك شيء ورحت بعدين سالت الاستاذ عبد الله عريف قلت له يا استاذ عبد الله انت تعرف ان انا اليوم حكم المباراه قال لي ايوه عارف قلت <applause> ايش تتوقع من واحد انت تسوي فيه هذه المجاملات كلها قال لي العدل قلت له بس بيض الله وجهك الحمد لله وهذا حتلاقيه وهذا دائما نزلت هو... لكني اقول لك اياها بكل امانه اتفضل. ادعي من الله انه الوحده تفوز بأدعي من حقي طيب. لكن للاسف انغلبوا على يدي انا. <applause> مو على يدك يعني قصدي ما اثرت نعم. العواطف كلها والمجاملات ما اني انا من يوم ما انزل الملعب اشهد الله عندي قناعه اني انا في الملعب بدليل اخوي يا طارق بيلعب في الاهلي نعم وانا وجهت له يعني وسالته عن اسمه كمان ودير حتى حسست اني ما اعرف ابراء للذمه عشان اديله خلينا كار. نتكلم ابو عن الجانب الاعلامي وهو اتجاه من ضمن الاتجاهات اللي انت سلكتها في الرياضه السعوديه الله يعطيك الصحه والعافيه اللي هي ايه اشتغلت في جريده عكاظ نعم. مسكت القسم الرياضي اي وفي جريده وقد... البلاد كمان في البلاد وقدمت برنامج رياضي في القناه الاولى في السعوديه قضايا رياضيه, رياضية نعم. حدثنا عن الجانب هذا في حياتك اه اولا اه انا دائما اقول عندي مثل أيهما تفضل إنه يجيك سواق فقط سوق سيارة ولا يجيك سواق ويعرف في الهندسة وفي الكهرباء وفي ذا؟ أقول اللي يعرف كذا وكذا وكذا، فقلت إذا أنا كرة القدم لازم أخشها لاعب وأخشها كمدرب وأنا عندي شغل التدريب على فكرة من الفيفا، عمل عملوا دورة في إسطنبول ورحت على حسابي واشتركت واخذت وعندي ش... عام عام مكتوب عند في الورقه أيوة. الورق والله اي موجوده ايوه حنا آه واخذت كله عشان ما ابغى شيء يفوتني في كره القدم لانه كره القدم من المهم جدا عشان تصير حكم او عشان تصير مدرب لازم تفهم كل الـ 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 الادوار اللي هي فيها مثلا اللاعب مدير الفريق الناقد ايش ينظر لايش المدرب ايش يفكر وهذه خلتني انا اصل الى كشف عيوب في القانون ليه؟ لاني ما بنظر لك كحكم بعض احيانا انظر لها كلاعب بعد احيانا انظر لها كمدرب وكل ما انظر لها من رؤيه خاصه تختلف يعني اذا انا مثلا كمدرب وجدت انه القانون فيه ظلم في بعض فقراته اللي هي اللاعب الحارس يمسك الكورة ويجي لاعب مهاجم يعطله يقوم الحكم يصفر ركلة حرة غير مباشرة يحطها فهذه الحاجة المدرب يقول لك أولا أنا ما استفدت الفاول هذا ليه؟ لأنه في محله نمرة اثنين أنا كان الكورة المفروض كورة مرتدة وسريعة أحسن لي يعني إذا هذا إذا القانون الفقرة دي غلط هذا فلذلك يعني يعني طيب. بيخليك تشوف بكل واحد تجربتك الاعلاميه كيف تجربتي تجربت الاعلاميه انا يعني يعني دخلتها دخلتها اولا على اني من من, من كعشق يعني كنت انا احب الاعلام واعجب بالاعلام الرياضي واحترم الاعلاميين كلهم انا حتى اليوم والحقيقه ما شاء الله اليوم يعني جيل كبير واسع وشيء جميل وعلى مستويات يعني الحقيقة جيدة بس الحقيقة حاجة واحدة بدي أضيفها بمناسبة كأس العالم إحنا طلعنا أنا أنا لو سألتني قلت لي إيش إيش خرجنا بكأس العالم؟ حنتكلم عن كأس العالم آه بعدين طيب لأنه بدي أقول لك كنت لكن عفوا خلينا ناخذ اتصال طيب إذا مشاهدينا الكرام معنا اتصال من الأستاذ فوزي خياط الناقد والكاتب أوه. الرياضي مرحبا بك استاذ فوزي اهلا بكم حياك الله ابو نواف الله يسلمك كيف حالك؟ الحمد لله لعلك سمعت حديث الاستاذ غازي عن ال... عن تجربته الاعلاميه يعني يعني دائما الحديث حديث عن الماضي جميل ومع شخصيه مثل الكابتن غازي كيال نعم. حديث حافل ومشوار طويل جدا مطرز بنجاحات كبيرة جدا لهذا الرجل وأنا أعتبر غازي كيال نموذج للرياضي الحق نعم. وهو أعطى في كثير من المجالات كلاعب وكإعلامي وكحكم وكإداري واستطاع في هذه المجالات كلها أن يكسب نعم أن يكسب رضاء الناس ويكسب رضاء نفسه قبل أي شيء آخر وهذه 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 وهذا تأكيد على أن الإنسان عندما يعمل من أجل النجاح يدرك هذا النجاح بكل 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 تأكيد وعمل في حب وفي مجالات هو أحبها قبل أن يمارسها أحبها وتألق فيها نعم أحبها وتألق من خلالها نعم ولكن انا يعني انا 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 ك يعني عشت فترتين مع الكابتن غازي نعم آه يعني ما انساها الفتره الاولى عندما كان آه لاعب نعم يا ابو نواف وكان لاعب متميز وانا تعجبني شخصيه الكابتن غازي نعم يعني هذه الشخصيه كانت سواء كانت داخل الملعب لاعب او حكم ولعل هذا يقودنا الى حديث مهم جدا نعم وهو انا اعتبر دائما شخصية الحكم هي المفتاح نجاح الحكم ما في شك الـ يعني قد قد يكون مدرك ملم الحكم بكل قانون بكل قانون وقد يكون قادر على 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 الحضور لكن شخصيته جميل مهمة جدا جميل ولعلنا ولعلنا يعني شفنا الكابتن غازي كان يتميز بشخصيته القويه داخل الملعب والحكم اذا كان يتميز بشخصيه قويه يستطيع ان يقنع المشاهد شخصيه مع ابتسامه برضه يا ابو نواف هذا هذا ما شفناه احنا في 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 نهايه كاس العالم من الحكم الارجنتيني نعم يعني شفناه اخيرا حكم صارم وقوي ولماح وحاضر ومع ذلك في عز الاحتدام اللي كان عليه الفريقين من اجل كاس العالم ابتسم آه، طيب يا ابو نواف ابرز ملامح تجربه ابو فيصل الاعلاميه من خلال وجهه نظرك كيف تراها؟ والله هو هو طبعا طبعا لو لو كان الكابتن غازي احترف العمل الاعلامي كان يعطي يعني يعطي بشكل اكبر. جميل لكن, الـ لكن الـ الكابتن غازي طبعا له مشاغل الكثيره. نعم. ومع ذلك يعني له اثر واضح في المجال الاعلامي. نعم. يعني اتذكر, أتذكر منذ ان كانت كانت مشاركاته في عكاظ الاسبوعيه. عندما كان الاستاذ الدكتور امين ساعاتي في في رئيس القسم الرياضي كانت جريده عقاز اسبوعيه نعم. وكان الاستاذ الغازي في تلك الفتره لاعب ولكنه كان كنا كنت المح انا من خلال حضوري الدائم للقسم الرياضي التصاق الكابتن غازي بالعمل الاعلامي نعم. وكان يكتب وكان يبدي الرأي وكان يسهم ويعني لم تخب التوقعات استطاع غازي في فيما بعد انه يبلور شكرا ابو نواف على هالمداخله هذا الجميله الى نجاح كبير الحمد لله الله يعطيك العافيه وشاكر هالاثراء الجميل لحلقتنا اليوم الله يوفقكم دائما ويوفق ان شاء الله الكابتن غازي والى مزيد من النجاحات الدائمه باذن الله, الله يطول شكرا يعني يا استاذ فوزي الف شكر على هذا الداو انا يسعدني واتشرف بكل الكلام اللي انت قلته واعتز فيه الحقيقه ابو فيصل خلينا نطلع الى محور الخطوط السعوديه وما صاحبها من قصه جميله مع سمو الامير فيصل بن فهد عندما طلبت الخطوط السعوديه انتقالك نعم الى نعم نعم لو رجعنا لها أه الحقيقه انا كان لي لي هدف لي هدف ابغى افرض كره القدم على الشركات والمؤسسات نعم وكنت حريص على اني ابغاه الشركات الكبيره انها تساهم في في دفع عجله الحركه الرياضيه مع راس للشباب نعم. الشباب فكنت يعني يعني ابغى اسوي في هذا الشيء في في نادي الخطوط في الخطوط السعوديه ما كان في نادي وبترومين والحرس الوطني جميل وكان في واحد الله يرحمه بن عيبان كان رئيس وكيل الحرس الوطني المنطقه العربيه رجل كان وطلب مني ان انا ادرب الفريق الحرس ودربتهم لاني كنت يعني حريص اني ابغى انشئ جيل رياضي غير الانديه نعم وفعلا خطينا خطوات طيبه مع بترومين ومع الخطوط السعوديه بعدين الخطوط السعوديه طلبوني اعاره نعم الامير فيصل رفض غير تكون سنه واحده بس وفعلا رحت سنه عملت لهم برنامج يعني طبعا انت عشان في السعوديه اهم شيء شركه دون شركه تجاريه فيبحثوا على ايش المردود انا اسوي رياضه واعمل برامج طيب ايش ايش مصلحتي؟ عملت قلت لهم انتوا عندكم دعايه واعلان حنحقق من خلال الرياضه لكم نخفف 50% اللي التصرف بالدعايه والاعلان من خلال الرياضه وهذا ما صار وفعلا هذا اللي عملناه فطلبوا بعد ما يعني عملت لهم هذا البرنامج وعملت دوري لشركات طيران الخليج نعم وفي جده وعملنا لهم بعد كده في في الكويت وفي البحرين يعني وصار دوري ناجح وكان في دعايه كبيره من استفدنا منه اذا نعم. انت الرائد في هال نعم اللي وبعدين اللي اللي. لما جوا يبغى انقل الامير فيصل رفض بشده ما الخطوط قاموا ارسلوا خطاب يوسطوا نائب وزير الدفاع الطيران الامير تركي عبد العزيز على انه وعندي الخطابات كلها نعم. يقولون يقولوا يعني يا رجاء نبغى وده ده رد له برضه قال له هذا الحقيقه الخطاب اللي رده انا اعتبره شهاده اعتز فيها هنا. ولذلك لما قال قال لهم انا هذا الرجل ما افرط فيه وهذا واحنا عندنا نيه نرسله الى الخارج وزي ومكافأة وسام زي لك ابو فيصل كونه يعتبرك الرياضي الابرز بصراحه الامير في فيصل يعني كرمني كثير 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 من خلال هذا الكتاب وبمقابلاته الشخصيه لي أنا بتكلم عن التحكيم ابو فيصل لو سمحت لي وبيودنا نتكلم بكل اريحيه وبكل بساطه أيه يعني أيه. شاهد التحكيم عندنا في الاونه الاخيره اخطاء للحكام اخطاء جسيمه مزبوط. مزبوط الى ماذا يعني الى ماذا نعزوها اولا وهذا الاهم نعم الفيفا عندها هدف تبحث عن الاهداف البحث عن الاهداف خلاهم سووا اجراءات هي من اول موجوده بس زي ما تقول زادوها الان لفتوا انتباه اللاعبين عليها الاحتكاك اللمس اي احتكاك المهاجم مع الحارس يمثل ويطيح ركلة جزاء اي محاولة ارتكاب فاول او خطا عشان امنع جول يطردوني ويطردوا اللاعب يعني طيب وش و... وهذه هذه سوت الحكام خلتهم في حرج كبير ليه؟ لانه التمثيل عليهم كثر ولذلك يعني الدقه في الموضوع هذا صارت ما هي ما هي متساويه، عشان كده كل حكم بيوقع في مشاكل نتيجه هذه الحاجات. قرارات الايقاف اللي احيانا نشاهدها هنا عندنا في السعوديه يعني قرارات الايقاف احيانا هل هي احدى الحلول المجزيه يعني لتعديل الوضع مثلا؟ لاسيما انه شاهدنا في كاس العالم الحالي 2006 في المانيا كثير من الاخطاء. خطا شنيعه لا يمكن ان في اي حكم مبتدئ وبالرغم من ذلك لم نشاهد عقوب ولم نسمع عقوب ولم نسمع ايقاف هو بالنسبه للشطب والايقاف هي يختلف قانون الحكم عنده فرصتين فرصه لا. اذا اخطا خطا تقديري يعني في اثناء اللعب التقديري اثناء اللعب ما ما يمكن يشتموه ولا في اذا انما اذا اخطا في مخالفه تطبيق القانون هنا يعني زي مثلا يكون ركلات زي اللي عمل ثلاثه كروت انجليزي المفروض كرتين الثاني تطرده هو اداله الثاني وما طرده الثالث طرده فهذه مخالفه قانونيه شطبوه بعدين بالنسبه حتى انا للاخ المصري يعني صار في جدل كثير بس يعني احب اني انا احط وجهه نظري في هذا الموضوع الحكم المصري حكم بين استراليا واليابان اول مباراه وبعدين نشرت الصحافه الاجنبيه انه بعد المباراه طبعا استراليا غلبوا فغلبوا فهو ما ادري اذا صارت او ما صارت بس اذا صارت تبين المشكله قال انه هو اعتذر للفريق الاسترالي قال لهم ترى انا اسف فعلا الهدف اللي انتم لكم هو كان سليم ومن هذا القبيل انا اقول طبعا هم بيقولوا انه هو عنصريه انه قال نعم. انا استبعد كلمه العنصريه ليه الفيفا اذا شغله واحد صرح في جريده يبغى لها تحقيق ويبغى لها تاكد وهل يقوموا يسووا قرار عقوبه يشطبوه قبل ما يحققوا ما يمكن الفيفا ما يسووا لكن انا اقول احتمال المراقب احتمال هو قالها للجماعه ده فاذا قالها يعتبر كانه وما كتبها في تقريره مخالف كيف تقول يكون المراقب سمعه بالضبط على المباراه وكتب انه هو قال هذا الكلام ودون والفريق الثاني قال قال انه الحكم اعتزلنا لنا معناته الفيفا يعتبروا انت تكلمت شكل والتقرير اللي بعث لنا هو شكل مخالفه فشل يمكن هذا السبب يمكن يكون وقفه طيب ابو فيصل رئيس الاتحاد الدولي بلاتر ذكر او سمعنا انه قال او اقترح سوى مقترح قال انه آه حيكون هناك حكمين ساحه كيف ترى هالاقتراح؟ فكرة هذا؟ ما حتنجح ما لماذا؟ آه. قانون كرة القدم فيه تقدير، التقدير يختلف بين وبينك يعني انت مهما تساوينا وتقربنا الا يختلف في شيء من التقدير. طيب واحد بحكم هنا واحد بحكم هنا هذا الحاله دي مشابهه للي قدرها غلط، هذا ما قدرها غلط. تصير كانك انت بتسوي مقارنه نصبح في اشكاليه اشكاليه، وانا اقول لك حتى لو سووها تاكد حيلغوها، زي ما قلت انا انه ال 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 الاجراءات هذه اي شيء يضاف على ما هو كان سابق حي حيخرب التحكيم ابو فيصل الحديث معك ذو شجون وامتعتنا وودي والله لو اجلس معك ساعتين اشكرك لكن الوقت داهمنا ابو فيصل أشكرك. اذا في كلمه تود ان تقولها قبل الختام اولا اشكركم على هذا البرنامج زي ما قلت لا شكراً هذا برنامج الله. نستطيع ان نلقبه برنامج التقدير وايضا يتيح الفرصه للجيل الجديد انه يكون حافز له بستفيد. ان يبدع ان يضع بصمه عشان في المستقبل تكون هذه البصمه تعمم وتعاد وتنشر عن ما فعله الجماعه السابقين وانا اشكر الحقيقه جميعكم واشكر الاستاذ عادل صام الدين الذي يعني اتحفنا بتنوع البرامج وتنوع ال... وهذا البرنامج انا اعتقد جدا مهم جدا الله مهم. شهادة لأنه لأنه خلينا نشوف وخلينا نقارن مع الماضي مع الحاضر مهم جدا حتى نقدر نعرف طبعا ما في شك إحنا الآن أفضل كثير ما في شك. عن أول لكن نحتاج إلى الى الى تركيز اكثر و... و أشكرك ونبحث اشكرك ابو فيصل شكرا الله. جزيلا والشكر موصول لكم انتم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه كما لا انسى ان اشكر مصورينا اللي واقفين اكثر من ساعه ونص اللي هو عبد المحسن القباع وخالد المسعود الله يعطيكم العافيه والشكر ايضا الى معد حلقتنا خالد بن محمد بال... الدوس اه والله انا ومخرجنا الرائع سامي السعيد هذا عبد الله حصاني يحييكم آه. ودمتم بالف خير والى ان نلقاكم في الثلاثاء القادم Okay.